ونستأنف مع بعض جيمرز اند جنتلمان المارينا ليفل، المارينا ليفل المارينا طبعا بعد ما ليف هرب من الاكواريوم المره اللي فاتت. في الفيديو اللي فات لو مش شفتوش ممكن ترجعوا تشوفوه. طبعا هو كان فيديو سينيماتيك ودراماتيك، ما كانش فيه اكشن ولا كان فيه جيم بلاي قوي يعني، كان كله طبعا جزء مفصلي ومحوري في القصه. ليف هرب في مشكله طبعا، ليف واخته يارا عندهم مشكله مع امهم، وهو خايف يروح سياتل، يسيب سياتل ويروح للمكان اللي هم رايحين له سانتا باربرا ديت، فطبعا قرر هو يهرب. معاكم احمد باكت جيمرز اند جنتلمان، ونستعرف مع بعض هذه اللعبه الجميله لاست اوف اس بارت 2، ونشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي بعد ما قررنا نطلع ندور عليه. ولكن لو انت اول مره تشوف الفيديو بتاعي حط دعمني، ممكن تنزل تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو، وكمان تعليقاتك وتحوش منها تكيب مي لايف يا شباب، تشجعني ان انا استمر. وهي بينا ايه نلعب كوين تبقى كويناتها هلمها كلها يا جماعه. كانساس نزل منين بقى؟ طبعا الازايز معايا نفس الوليه، بتطلعش دي امهم يمكن؟ تخيل بقى دي امهم وهي نفسها بتمارس العقاب على اولادها وبتقلب عليهم الجماعه كلها، او هم هربوا. اوه not making that. هم هربوا مثلا من امهم، وامهم سلطت عليهم الجماعه كلها انهم يطردوهم وكده، مش عارف. خلينا نشوف هنطلع منين. نط من هنا ينفع؟ طب من هنا طب هنروح ازاي؟ ده السلم مدمر كليا يعني. بريس مربع وايل ايمينج تو ايم اوفر ذا اذر. ما انا عارف. ماشي اوكي، ما انا عارف القصه ايه. ممكن ننزل من هنا الليفيتور. يعني ما عندهاش دراع بقى، ايه اول مره تتعامل. الوليه لسه عامله عمليه وايه، ومفيش وقت انها تنزل يعني، حتى تستنى الجرح بتاعها يلم. طبعا مع كل هزه وكل خبطه دراعها بيوجعها طبعا يعني. There are blind spots along the coast we can boat into. From there we'll follow back roads. هنروح المكان بتاعك ازاي في حتة واحدة؟ بتقول لها الطريق اللي هيروحوا منه. في فرصة ان ليف هيغير رأيه؟ لا هو عنيد جدا. تعال بس ناخد نشوف الحتة دي. اوكي. She won't see it that way. دي ام برضو مهما كان، فبتقول لها لا هي مش هتتصرف بالطريقه دي. اديني كله فل، خد دي. في تاني؟ عندي ابجريد. نظبط دي ونديها قنابل، شكلها هنقابل بني ادمين فدي اهم طبعا. I think so. اخليها في الشوت جان العاديه، بس انا عايز اغير ال نديها مسدس بسايلنسر. انا عايز سايلنسر، ايوه هو ده. هنطلع من هنا. طب في حاجه هنا؟ طيب nothing down this way. ده اوكي، ده في اصلا المفروض امشي من هنا يعني. هتقوم هي ازاي بقى بالجرح بتاعها ده؟ خلي حاولي تخلي دراعك جاف. قالت لها تو ليت، متاخر جدا. في حاجه هنا، انا شايف في طريق هنا. هو مش طريق، هو يعني في واي. مفيش حاجة طبعا. اوكي، غالبا الوقت اللي هم طالعين فيه ده هو نفس الوقت اللي هتهجم فيه بقى ايليا على اوين وميل وتقتلهم. هي اصلا جت من هنا، انجزت. انا معايا السلاح الناري ده كمان فول.
انها مغلقة. شايفين يا جماعة المية منسدرة ازاي، جرافيك وتفاعل واللي هو الرغاوي بتاعت البحر وتفاعل هواء في المية وهي ماشية. بس لا، هي هنا التفاعل مش حلو بصراحة، او الى حد ما حلو. يمكن غابة لازم نمشي بقى المنطقة دي. ايه لقيت ايه هنا؟ احنا كنا جايين من هنا صح؟ ماشي، حاسبي حاسبي انت كده، حاسبي. حنينة يا ابي برضه يا جماعة. لقيت ايه عندك؟ مفيش حاجة هنا طبعا. Boats are across the water over there. We just gotta get up to the road and go around. Hey, sounds good. بتقول لها القارب عدى المايه من هنا، او احنا المفروض بقى نطلع فوق وايه نلتف. راح دراعها يا جماعة للأسف، شيء مؤسف جدا وحزين لحد يفقد دراعه. الموضوع صعب قوي يعني. في حاجة هنا؟ في حاجات انا شايف. ماشي، نوت نوت عنيفة قوي. اي اي سبورتس سيت ذا جيم اتس ان ذا جيم. اي اي او يو اس اي ان تي اتش ار دي سي اف جي. ما هذا الحوارات كلها هنا. فيكي كنت، واضح ان كان في هنا حد هربان او كده، حد اسمه كنت. في حاجة لسه مخدتهاش. وواضح اللي فيه هنا المعلومة المهمة في النوت دي، اللي فيه هنا سنايبرز. عدي ازاي؟ طب انا كنت عايز اعمل ابجريد يا جماعة. انا محتاج ال في اللي هي الفور اكس زوم بتاعت السنايبر دي، انا كنت محتاجها بصراحة. انا محتاج اعملها كرافت غالبا. ممكن نعدي من هنا؟ هم قافلين كل حاجة، مينفعش اعدي من هنا طبعا. طب هروح فين؟ السلم اهو. هتطلع ازاي بقى؟ في ضرب نار كمان. خليكي هنا. خليكي هنا، انا هجيب البوت وارجع لك. قالت لها انا ممكن اساعدك. قالت لها مش في الحوار ده. هما بيضربوا رماية، بيتمرنوا على الرماية ولا ايه؟ ولا في حرب شغالة اصلا؟ اوكي، مفيش طريق هنا طبعا. Oh, 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 oh. Abby, what the fuck? Manny? Manny? Yeah. Shit. This sniper's a fucking bro. What are you doing out here? قرصين هنا محترفين جدا. We're supposed to hit the island tonight.
Then this pendejo showed up. I sent the guy to call for help. Backup should be on the way. أنا بعت حد عشان يجيب باك اب يجيب مساعدة. أنا واحد محتاجة بوت اسألني بعدين. إزاي هنعمل كام غير ما نقتل الناس دي؟ يلا بينا. Stay low. He killed my whole fucking team. قتلوا الفريق بتاعي كله. خليكي موطية. تلاقش هنجيبهم. مفيش غير دي طبعا. هو ده السلاح المناسب بس انا ما معيش طبعا ال بطل غباوة وقت سليش. اي It's too far, save your ammo. طبعا ممكن نمشي كده. وكده. وكده. معلش. انا مش شايفهم خالص صراحة. طب انا اعدي هناك ازاي بقى؟ انا محتاج اعدي. النقطة دي مفتوحة. نزحف. طب يجيبني وانا بتاع. معلش معلش خلينا ايه نحاول نعالج نفسنا دلوقتي. انا عندي ممكن اكرافت واحدة بسرعة. ايوه ماشي خلاص. طب انا اجيبهم ازاي بقى من غير ما يبقى عندي الزوم 4X؟ يعني كده انا ما عملتش الكرافت للزوم واكيد كنت هحتاجها في وقت من الاوقات بس انا ما عملتش حساب الوقت ده. طب نجري. نجري هنا. ده الحل الوحيد اللي قدامي بصراحة. صعبة جدا في حقل البتاع ده. اروح الم حاجات. العربية النقل ولا ايه؟ خليه يضرب نار. اجري. نعدي من هنا. اجري يا ابي. اطلع يا ابي. ايوه بدأت اشوفهم اهو تقريبا. هو راح هناك ابن لذينة. ينفع تختص؟ اه ينفع. كويس الماية دي جاب فايدة يا جماعة. اجري كده. ده حلو الموضوع ده. في حاجة هنا؟ فين؟ جوه العربية دي. تعال بس قبل نجري بسرعة كده. يا نهار ازرق. ايه ده ازاي ضربني وانا جوه المية؟ ماشي. Don't leave cover when you can see the reflection of the sniper scope. اوكي اوكي خلاص لو هو بيعمل يبقى لازم اجري بقى. موضوع المايه ده هو شايفني من تحت المايه. I don't know how. When running between cover you only have a short time before the sniper notice you. طيب نجري. Use the cart. ماشي ما انا عارف. خشي. اديني الكلام ده كله. يا نهار ازرق. ده كده عربيه. طيب نرجع بقى تاني. يلا
اجري يا بت اجري. هنعالج نفسنا تاني. يلا يلا نستعمل دي بقى كفر. اجري. اديني الكلام ده كله. عايزين بقى الابجريد بقى البتاع بقى. ادوني حاجات الابجريد بيها. ماشي. عايزين ابجريد فين بقى؟ انا عايز سبلمنت. الابجريد دي الوحيده اللي موجوده. اديني دي. ينفع اعملها ابجريد؟ دي احسن دلوقتي. بتهيألي دي احسن دلوقتي. ماشي. اوكي. لسه في الباب بس. طبعا هما هيشوفونا من هنا. ماني. يلا. اوف. ده في متحولين. يلا فين البريدج؟ اوب 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 اوب. وات. برافو عليك يا ماني. اوه يا بت. شيف 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 شيف. ايوه. لا تيتش. قتلتني. ماشي. اوكي. يلا. اختار السلاح ده. شوت جان متهيألي ويل دو ذا جوب. ودي دي. ايوه. ودي كمان. جابه. برافو عليك. الله 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 الله. وطي يا ابي. نعالج نفسها بسرعه. انا كان فاضلي دفه. ده ما بيرحموش السنايبر دول. طيب ريلود. اوكي. ناخد الضخم اللي بيفاستي ده. نديله اللي بتاعت النار. مات. ماشي. برافو عليك. برافو عليك يا مان. لسه فيه. باي باي. Switch. We gotta get to that bridge before he runs. Yeah. منك اللي يا ليف. ده بيضربني من ده. يا ابني.
ماشي. ده طلعني على البريدج على طول. هو فين؟ انا مش فاهم هو وداني فين. انجزني ليه الحته اللي كنت عايز اعديها؟ اخس اديني. طيب كولكت. اللي فاضل الازازة مفيش. هو ازاي سكت؟ لا كده شايفني. اوكي كده عرفت. تعبت. في ممكن نعالج نفسنا. ايوه يلا. اوب ممكن بقى نختار ساعتها نغير السلاح ده. لا ده 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 Where did he go? He couldn't have gone far. Down! Damn it! يا ابن اللذينة. هو واقف هناك اهو. ممكن نعمل عليه قنبلة صح؟ ده جابه. اديني طب ده. ايوه. يا ابن اللذينة. المشكلة ما اعرفش بتضرب منين. ماشي. شفته. تعرف يا ابن ال... طب نعالج نفسنا بسرعة. ايوه دي الوحيدة الاخيرة اللي فاضلة معايا. اهو مين اللي ضربني بقى؟ طب ما اطلع له من فوق. طيب ينفع؟ هو راح فين؟ راح فين؟ جايبها من هنا. هو لسه موجود؟ شفته اهو. ايوه هو اشمعنى ماني ما بتضربش؟ انا بس اللي بتضرب. ايه تاني؟ اجري يا ابي. لقيت الحاجة فين؟ هنا؟ قفل الباب الكلب. بتقول لي احنا حصرناه. فعلا انا يعني عنده حق. يعني ايه الغباوه دي؟ You bring this asshole back to Isaac. You'll be golden again. Let's just see what's left of him once we're done. Manny. يلا. يا نهار ازرق. يا ابن الهزيمة
راح ماني. يا للصدمة. اوكي. ايه تاني؟ ابجريد. محتاج دي طبعا. مش لسه معيش سبلمنتس كفاية. ممكن اشوف الناس دي واقفة فين. انت هنا؟ ده عايزه بقى ايه؟ نديله شوت جان يا جماعة. مفيش اي حاجه هنا جماعه. المكان ده شبه قوي المكان اللي كانت فيه الي في الجزء الاول لما كانت صغيره وجول كان مصاب. با 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 با. ده مين ده؟ ايوه جت في الوقت المناسب البيت. هو ما ماتش، وقع في المايه بس. راح ماني يا جماعه خلاص. حياه بائسه والله. طب يا جماعه انا شايف ان احنا ممكن نتوقف عند هذا الحد. انا مش عارف احنا خدنا البوت المفروض نرجع. هنا عشان ليف، وهم هي دخلتني من حته ما بيستعملوهاش الناس اللي هناك، يعني اللي هم السكارز المفروض. ورب كنت بتاعته المشاهده يا شباب. كان الموضوع صعب جدا، الحلقه دي كانت صعبه بصراحه. السنايبرز دول طلعوا ميتيني حرفيا، يعني كنت مش عارف اعمل ايه وموت كتير جدا في المرحله دي على عكس اللعبه عموما. عموما كان معاكم احمد بهجت جيمرز اند جنتلمان، واشوفكم في فيديو جاي يا شباب، ومع السلامه.